موضوع هذا الندوة جاي في إطار التوجيهات الملكية السامية ديال سيدنا الله ينصره، اللي كتطلب من الحكومة ومن المنظومة الصناعية ديال بلادنا باش تحسن السيادة الصناعية ديال البلاد. اليوم في إطار هذه الأزمة برزت المنظومة الصناعية ديال المغرب وبينات على قدرتها لاستجابة للحاجيات الوطنية والحاجيات ديال الدول الشقيقة والدول المجاورة. الشباب ديالنا برز أيضا بالابتكار دياله، واليوم كل منظومة صناعية بشبابها وابتكارها عندها القدرة باش تحسن المنظومة الصناعية ديال بلادنا وتكون مكون ديال تحسين المنظومة الصناعية الجهوية في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية.